انطلقت فعاليات مؤتمر حرية الإعلام والصحافة المستقلة في الوطن العربي الذي تنظمه جمعية الصحفيين الكويتية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافة بحضور عدد من قيادات العمل الإعلامي في الاتحاد الدولي للصحافة وممثلين عن نقابات وجمعيات الصحافة العربية والخليجية. نعم، وكيل وزارة الإعلام طارق عيد المزرم أشاد باستضافة دولة الكويت لهذا المؤتمر نظرا للدور الذي تلعبه في حماية الحريات والمهنية العالية في الإعلام. في عالم يعاني فيه الإعلام العربي من تحديات جسيمة تلقي بثقلها على الإعلامي وتقيد عمله، تستضيف دولة الكويت بلد الحريات مؤتمر حرية الإعلام والصحافة المستقلة في الوطن العربي وإعلان مبادئ حرية الإعلام. هذه الملتقيات هي داعم لحرية الإعلام والصحافة في الكويت، خاصة أن نحن في دولة الكويت نمتلك صحافة وحرية وكذلك مهنية عالية في الإعلام، فنرى هذه المشاركات خاصة من الإعلاميين الدوليين وتواجدهم مع زملائهم في الكويت ما هي إلا مجرد مساعدة والتقاء ودعم لهذه الإعلاميين. دستور دولة الكويت عام 1962 سبق، ومن خلال المادة السابعة في الدستور سبق هذا الإعلان وأشار إلى أن الحرية والعدالة والمساواة هي من دعامات المجتمع، ولا شك أن حرية الإعلام واستغلالية الصحافة من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية. تأسيس الآلية الإقليمية الخاصة بدعم حرية الإعلام في الوطن العربي وتبني إعلان حرية الإعلام واقع الصحافة الكويتية، النقابات وحماية حقوق الصحفيين ومحاور أخرى سيتطرق لها المؤتمر في جلساته النقاشية على مدار يومين. أربعة بلدان وقعت على إعلان مبادئ حرية الإعلام حتى الآن، ونحن مستمرون في نضالنا وسعينا لتحقيق دوافعنا وأهدافنا. نحن ممتنون جدا لهذه الدولة، فهناك إمكانية للتوقيع على هذا الإعلان، وجئنا هنا إلى الكويت كونه يوجد فيها مكانة وتأثير إعلامي في المنطقة. حرية الإعلام والصحافة المستقلة، نؤكد حتى الصحافة الورقية التي بدأت تتأثر وتتراجع، نريد أن نجد حل لهذه القضية وهذه المشكلة. لدينا صحفيين خلف القضبان في أكثر من بلد عربي، نحاول أن نساهم في إطلاق سراحهم. لدينا مئات الصحفيين الذين قتلوا، وهناك فلات من العقاب للمجرمين والقتلة. أيضا نريد أن نجد طريقا لعدم إفلات القتلة من عقاب نحن والاتحاد الدولي. المؤتمر يفتح الآفاق واسعا لمناقشة ودراسة قضايا الإعلاميين والتحديات التي تواجههم، للخروج بالتوصيات التي تخدم الإعلام ورواده في الوطن العربي. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.